السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلابنا وأحبابنا طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة شباب إن شاء الله إحنا هنشرح جزء خاص بالجرامر التراكمي ودرس اسمه conjunctions يعني الروابط أو transitions أو linkers. يبقى عندنا ثلاث كلمات ينفعوا عنوان للدرس ده: conjunctions, transitions, linkers، كلهم معناهم روابط أو كلمات انتقالية. زي ما إحنا عارفين إن درس الروابط ده بينقسم إلى كذا قسم، النهارده ان شاء الله في حلقتنا دي احنا هنركز على conjunctions of contrast يعني روابط التناقض اللي بتعبر عن التناقض. اول هذه الروابط شباب كلمه اسمها although او though او even though، كل الكلمات دي معناهم على الرغم من، او yet او even if او but او however او nevertheless برضو معناها ولكن او على الرغم من، whereas, while, on the other hand، كل دي بنسميها conjunctions of contrast يعني روابط التناقض. طب الكلمات دي بيجي بعديها يا شباب لازم يجي بعديها a complete sentence يعني جملة كاملة يعني فاعل وفعل. نشوف كده الأمثلة، معنا بيقول لي although أو though أو even though، ممكن نستخدم أي كلمة من الكلمات دي. Sammy was ill، على الرغم إن هو كان مريض. He went to school، هو ذهب إلى المدرسة، أو he went to work، أو ذهب إلى العمل. طبعا هو جاب لي الكلمات دي وبعديها فاعل وفعل، عندنا الفعل هنا سامي والفعل was أو was، يبقى سامي was ill يعني كان مريض، إذن الكلمات دي بعدها فاعل وفعل. نشوف كمان مثال، بقول لي I love you but I can't marry you، بقول له أنا بحبك ولكن لا أستطيع أن أتزوجك، يبقى كلمة but برضو جي بعدها فاعل وفعل، ونلاحظ ان قبليها كوما خدناها في البنكتشويشن ماركس على مادة الترقيم. She had worked hard، she had ده اشتغل بجد. However، ومع ذلك. He got low marks، يعني حصل على درجات منخفضة. فهنا بنعبر عن التناقض بين الجملتين بكلمة however اللي هي رابط او conjunction of contrast، رابط من روابط التناقض. طبعا نلاحظ ان كلمة however هنا بحرف small، فعشان كده حطينا قبليها سيمي كولن هي الفصل المنقوط. She had worked hard، وحطيت لي full stop. However، طبعا لما يحط full stop اجيبها however بحرف كابيتال كده. ومع ذلك he got low marks، يعني حصل على درجات منخفضة. Safe likes history، سيف ده بيحب history يعني التاريخ. Whereas يعني بينما او ولكن، محمد likes math، بيحب الماث، محمد بيحب الماث، يبقى الجملتين الاثنين فيهم كونتراست يعني عكس بعض. Computers save time، بقول لي الحاسب الآلي ده والكمبيوتر بيوفر الوقت، وحط فول ستوب. On the other hand، ومن ناحية أخرى، هيقول بقى فكرة تانية، فكرة فيها تناقض. They are expensive to buy، هما غاليين طبعا إنك تشتريهم. آخر مثال معنا هنا It was cold، الجو كان برد. Nevertheless وحط كومة. I went swimming، بقول الجو كان برد، ومع ذلك أو على الرغم من ذلك أنا ذهبت للسباحة. فالجملتين طبعا فيهم تناقض في الأفكار، يبقى كلمة nevertheless، كلمة however، كلمة though، even though. وفي كمان كلمة اسمها even so، ممكن نزودها معهم even so. الكلمات دي بتعبر عن التناقض يعني contrast، التناقض. ونخلي بالنا إن المجموعة اللي احنا قلناها دي بيجي عليها complete sentence يعني جملة كاملة يعني فاعل وفعل. طيب ننتقل بقى على مجموعة تانية، ثلاث كلمات معنا. كلمة اسمها in spite of أو despite أو regardless of. كلمة in spite of معناها على الرغم من، وكلمة despite معناها برضو على الرغم من. كلمة regardless of يعني بغض النظر عن. الكلمات دي برضو تعتبر من conjunctions of contrast أو transitions of contrast يعني روابط التناقض. ولكن إيه الفرق بينها أو بينهم وبين المجموعة اللي احنا شرحناها قبل كده؟ بيقول لي الكلمات دي بيجي بعدها يا إما verb ing يعني gerund، أو noun أو adjective ونoun يعني فعل ing، أو اسم أو صفة واسم. يبقى نخلي بالنا الكلمات دي ما يجيش بعدها فاعل وفعل إلا في حالة كده لسه هنقولها في الشرح اللي بعد كده. For example، على سبيل المثال بقول لي in spite of أو despite،
نخلي بالنا ان اسمها in spite of معاها حرفين جر، احفظها كده ثلاث حاجات in spite of، لكن كلمة despite معهاش حرف جر زي ما هي كده. in spite of او despite being ill بقول على الرغم من كونه مريض. Sammy went to work يعني سامي ذهب الى العمل. يبقى برضو في تناقض هنا، ونلاحظ ان جيب لي كلمة being يعني فعلي في I N G. another example مثال كمان، احمد works hard يعني احمد ده بيشتغل بجد. despite او in spite of his illness على رغم من مرضه، فكلمة his illness او العبارة دي تعتبر اسم. we tried to enjoy ourselves احنا حاولنا نستمتع. despite the bad weather على الرغم من الطقس السيء، كلمة despite جي بعديها the bad weather يعني جي بعديها صفة واسم. يبقى احفظ كده كويس ان الكلمات ده شباب in spite of despite regardless of اللي معناها بغض النظر عن، بيجي بعديها يا اما gerund فعلي في ing او noun يعني اسم او adjective plus noun يعني صفة واسم. طيب واحد يقول لي يا مستر لو انا عاوز اجيب بعد الكلمات اللي احنا قلناها دي عاوز اجيب بعديها فعل وفعل اعمل ايه؟ يعني اسويهم بالمجموعة الاولى. احنا قلنا الكلمات اللي يجي بعديها ايه؟ يا اما جيرند يا اما ناون او صفة وناون. طيب لو عايزين بقى نجيب بعديها complete sentence يعني فعل وفعل جملة كاملة اعمل ايه؟ بكل بساطة انا هزود بس بعض الكلمات. بيقول لي اقول كده in spite of the fact that يعني رغم على الرغم ان الحقيقة ان، طبعا في كلمة ذات هنا واحنا عارفين ان كلمة ذات دايما بعديها فاعل وفاعل يعني subject and a verb. اقول كده in spite of the fact that او despite the fact that رغم ان الحقيقة ان. لو انا حطيت the fact that مع الكلمتين دول يبقى يجي بعديهم subject and a verb يعني complete sentence جملة كاملة فاعل وفعل. For example, despite the fact that Sammy was ill على الرغم أن الحقيقة أن سامي ده كان مريض. He went to school هو ذهب إلى المدرسة. نلاحظ يجيب لي كلمة despite وحط بعدها the fact that، يبقى بعد كلمة that أحط فاعل وفعل يعني subject and a verb يعني Sammy was ill. سامي ده فاعل was يعتبر فعل. طيب بعد كده عندنا بقى ملحوظة مهمة خاصة بكلمة اسمها whatever وكلمة اسمها however. طبعا الكلمات دي كلمة whatever معناها مهما وكلمة however معناها ومع ذلك او على الرغم من ذلك، اللي بتعبر عن contrast يعني التناقض. طبعا هنا احنا بنستخدم دايما كلمة however دي شباب في نص الجملة، يعني كلمة however دي اصلا مكانها دايما سواء كانت بحرف كابيتال او بسمول بتبقى في نص الايه الجمله. لكن يا مستر ممكن نجيب كلمه هوفر دي في اول الجمله، احنا متفقين ان الكلمه دي اصلا ما بتجيش في اول الجمله، ولكن ممكن تيجي في اول الجمله. طب لو جت في اول الجمله يبقى شكل الجمله عامل ازاي؟ بيقول لي في اول قاعده كده ان كلمه هوفر دي لو جت في اول الجمله بجيب بعدها يا اما ادجكتيف يعني صفه او ادفيرب يعني ظرف، وبعد كده subject to verb فاعل وفعل. يبقى لاحظ لو جاب لي كده نقط في الامتحان وحط لي صفة او ظرف وفاعل فعل، يبقى هو عايز كلمة however اللي بتعبر عن contrast التناقض. يبقى however ما بتجيش في الاول، بس لو جت في الاول اعمل ايه؟ اجيب بعدها adjective او adverb صفة او ظرف فاعل فعل، هتبقى ماشية كده. طيب اما كلمة whatever اللي برضو معناها مهما او على الرغم من، بيقول ان كلمة whatever دي بيجي بعديها noun يعني اسم، بتعبر برضو عن contrast يعني تناقض. طيب اسم وبعد الاسم subject and a verb يعني فاعل وفعل. يبقى خلي بالك كلمة however وكلمة whatever ممكن يجوا في الاول، بس however بعديها صفة او ظرف وفاعل فعل، لكن whatever noun بس، noun فاعل فعل ويكمل الجملة. يلا نشوف امثلة كده. for example اول مثال معنا however tall he is، وعلى الرغم ان هو طويل المفروض يقول he is tall، بس احنا عملنا هنا ايه؟ قلنا however tall he is، جبنا tall الصفة وهي is فاعل فعل. he can't play basketball هو مش عارف يلعب او لا يستطيع لعب الباسكتبول، على الرغم انه طويل ولكن لا يستطيع لعب الباسكتبول. يبقى جبنا however وصفة وفاعل فعل.
however hard he works، على الرغم انه بيعمل بجد. جاب لي بعد كلمة however هنا hard، وكلمة hard دي تعتبر adverb يعني ظرف. طيب hard he works، وجاب لي فاعل وفعل، وبعد كده بيقول he doesn't get a promotion، على الرغم ان هو بيشتغل بجد هو لم يحصل على ترقية في العمل. promotion يعني ترقية في العمل. اذا كلمة however لو جت في الاول يا شباب خلي بالنا لانها ملحوظة مهمة جدا، بيجي بعدها صفة او ظرف فاعل فعل. طيب ناخد مثال لكلمة whatever، بيقول لي كده whatever the wealth he has، يعني على الرغم من ان الثروة اللي هو يمتلكها. فكلمة the wealth دي تعتبر ايه؟ تعتبر noun اسم. he has he is sad، على الرغم من ان الثروة اللي هو يمتلكها ولكنه برضه حزين. او بيقول لي whatever you say، مهما تقول I will help her، انا ساعتها برضه. يبقى نخلي بالنا ان كلمة whatever the wealth جي بعديها اسم يعني noun، وحط he has يعني فاعل وفعل. اذا كلمة whatever يأتي بعدها noun فاعل فعل وبعد كده جملة ويكمل الجملة التانية. اخر حاجة معانا من روابط التناقض اللي هي conjunctions of contrast، اللي هي كلمة as. هي كلمة as دي مستر ممكن يجي معناها على الرغم من، ايوه احنا خدنا as معناها ك، نقول as a doctor مثلا كدكتور، او as معناها لان بتساوي كلمة because، لكن بيقول ان as كمان ممكن يكون معناها على الرغم من. بس استخدمها ازاي ولو معناها على الرغم من؟ قال لي القاعدة كده بجيب adjective في الاول، خلي بالك الصفة هتيجي في اول الجملة، او adverb ظرف برضو في اول الجملة يا صفة يا ظرف، واحط كلمة as وبعد كده subject and a verb يعني جملة كاملة فاعل وفعل. يبقى صفة أو ظرف as فاعل فعل. لو لقيت الشكل ده يبقى كلمة as معناها على الرغم من، اللي بتعبر عن contrast يعني التناقض. For example clever as he is، بقول على الرغم ان هو ماهر أو شاطر، كلمة clever يعني ماهر أو شاطر، he can't answer the question، هو لم يستطع أو لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. طيب ناخد بقى كده، احنا خدنا صفة اللي هي كلمة clever وas وفعل وفعل. ناخد بقى adverb ظرف، بقولي quickly as he ran، على الرغم ان هو جري بسرعة معنى الجملة كده، he couldn't catch the bus، لم يستطع ان يلحق بالباص او الاتوبيس. فجاب لي في الاول كلمة quickly as he ran، جاب ظرف وas وفاعل وفعل، وفي الجملة الاولى جاب clever as فاعل فعل. يبقى لو حط لي كلمة clever وكلمة quickly يعني جاب لي صفة او جاب لي ظرف، يبقى as هنا معناها على الرغم من. طيب مثلا لو جاب لي صفة او ظرف في الاول وقال لي اختار as ولا however، لا طبعا احنا نختار كلمة as، لان however بيجي بعديها صفة او ظرف، لكن as بيجي قبليها صفة او ظرف والفاعل والفعل. لو جاب كلمة as قبلها صفة او ظرف وبعد as فعل وفعل، يبقى معنى كلمة as هنا بتساوي كلمة despite او in spite of او though او but او yet، او الكلمات دي كلها بتعبر عن التناقض، يبقى معناها على الرغم من. وبكده يا شباب خلصنا حلقتنا النهاردة ان شاء الله. في الحلقة اللي جاية هنكمل شرحنا للconjunctions او transitions يعني الروابط او الكلمات الانتقالية، ومع قسم جديد من اقسام الروابط. انتظرونا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.